بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تعمل قناة على اليوتيوب لازم يكون عندك ايميل من جيميل لحسابات جوجل كلها. فتنشأ طريقة انشاء الحساب، بتخش على جوجل وتعمل بحث وتيجي داخل كده زي ما احنا داخلين وانشاء حساب. تقول لنفسي او نشاط تجاري، انا بقول لنفسي. تكتب اسم الاول والاسم الثاني زي ما انا مثلا زي ما تحب تحط اسم انت، وتجي عامل كده تاريخ الميلاد انا بحط اي كلام كده طبعا عشان خاطر ايه. ذكر او انثى زي ما تحب. طبعا هو ايه بيخيرك ما بين او عاوز تحط انت لنفسك اسم زي ما انت تحب، او بيخيرك ما بين الايه الاسماء اللي انت حاططها في ال... وبكده تبقى انشأت الحساب. ماشي تمام. طبعا انا مش عاوز انشئ حساب اصلا ولا اي حاجه عشان انا كده كده عندي حساب. نرجع تاني بقى عشان نعرف ازاي بقى ان احنا نخش على موقع اليوتيوب. هتيجي داخل على موقع اليوتيوب تمام، وتعمل تسجيل دخول او اضافه حساب. انا بضيف حسابي وضفت كده الحساب وفعلت القناة. بتجيب قناتك زي ما انا عاملها كده وفيها الحاجات دي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.